أهلا وسهلا فيكم بالدرس الثالث. بهذا الدرس رح نتعلم كيف ننقل الخطوط الخارجية لصورة موجودة قدامنا على الورقة اللي نحن بدنا نرسم عليها. بتمنى أنكم تستمتعوا وتستفيدوا من هذا الدرس. اليوم رح ننقل هذه الصورة على ورقة. رح نجرب نرسم هذه الصورة على ورقة. رح نرسمها عن طريق جزئين. الأول هو نقل الخطوط أو الخطوط الخارجية على ورقة الرسم، والجزء الثاني رح نعمله بعد ما نشرح الظلال. هيدي الصورة هي لزاوية بالغرفة تعيتي. ممكن تستعمل ويفضل انك تستعمل زاوية من الغرفة اللي انت فيها. بعد ما تحضر هيدا الفيديو تطبق نفس الطريقة اللي انا عم بعملها على زاوية موجودة بالغرفة عندك، او على شباك مفتوح، او على باب مفتوح الى اخره. كنت بحب اعمل هيدا التمرين من الواقع على ورقة الرسم، يعني من دون ما حط صورة ومن الصورة على ورقة الرسم، لا، من الواقع على ورقة الرسم. بس للأسف لحتى اشرح هيدي الطريقة بحاجة لأكثر من كاميرا، بحاجة لمعدات انا ما عندي اياها، وإلا الشرح ما رح يكون نهائيا واضح. الطريقة اللي نحن رح نستعملها لحتى ننقل هيدي الصورة على ورقة الرسم شبيهة بالطريقة اللي تستعمل لحتى تنقل زاوية الغرفة أو أي مجسم أو أي شكل قدامك على الورقة. بنهاية هذه السلسلة رح حط أو رح أعطي خطوط عريضة للطريقة اللي تستعمل لنقل وجه شخص أو أي شكل قدامنا على الورقة. الخطوط العريضة ممكن كتير تساعدك، بالإضافة للي رح نعمله اليوم، إنك تنطلق من نفسك لتنقل أي شيء موجود قدامك على الورقة. هيدي هي الصورة اللي نحن اليوم رح نرسمها. قبل ما نبلش بنقلها على الورقة، خلينا نجرب ونشوف التمارين اللي نحن عملناها كيف رح تفيدنا لنقل هيدي الرسمة أو هيدي الصورة. بالبداية خلينا نشوف الرسم أو الصورة على شكل خطوط. عنا هون الخط الأول اللي علمته قبل، اللي هو زاوية الغرفة. منلاحظ إنه عنا خط تاني هون اللي هو زاوية السقف. منلاحظ وين بعد في خطوط، في كتير خطوط. عنا خط هون. دايما منبلش بالخط الأساسي أو بالخط اللي نحنا نعتبره أسهل شي نقدر ناخد على أساسه باقي الخطوط. هيدا الشي رح نشوفه بشكل أوضح نحن وعم ننقل الرسمة. في عنا خط هون، عنا هون، مطرح ما منلاقي خطوط بكل بساطة منعلمها. الخطوط مش بالضرورة تكون جالسة مثل الخطوط البردية. قبل ما نبلش بدي اقول اني انا وعم برسم هيدي الرسمة او انا وعم بنقل هيدي الصورة على الورقة استعملت طريقتين. الطريقة الاولى رح نشوفها ببداية الفيديو، فيما بعد رح نشوف الطريقة الثانية. الطريقة الاولى بتتلخص بانه بناخد خط ونحدد خط، بعدين بنحدد خط ثاني، بعدين بنشوف المسافة ما بين الخط الاول والزاوية ما بين الخط الاول والخط الثاني، وعلى اساسها بنرسم الخط الثاني، بعدين بنحدد خط ثالث، نشوف المسافة ما بين المسافة والزاوية ما بين الخط الثاني والخط الثالث ونرسم الخط الثالث. هيدي الطريقة شوي مزعجة، ولكن هي الطريقة اللي أقرب للواقع لما
تنقل مجسم من الواقع مش عن ورقة، لما تنقل مجسم من الواقع على ورقة الرسم. الطريقة الثانية أسهل من هيك بكتير، رح نشوفها بعدين بالفيديو. عشان هيك إذا لقيت صعوبة ببداية الفيديو كمل الفيديو للأخير ورح تشوف الطريقة الثانية اللي هي أسهل. هلا بدنا نجرب ننقل هيدي الرسمة على الورقة. بالبداية لازم نبدأ بخط أساسي، أي خط موجود على الورقة أو على رسمتنا بيمشي الحال. أنا رح أخذ الخط اللي هو عبارة عن الزاوية، ولكن قبل ما نبلش لحتى ننقل هيدا الخط بحاجة، أول شغلة لنعرف مسافة هيدا الخط عن زاوية الورقة. في عدة طرق، ممكن نستعمل المسطرة أو ممكن ناخد القلم بهيدا الشكل، نحط الطرف في القلم على الخط اللي نحن بدنا إياه أو على نقطة من الخط. بذكر إنه لنرسم خط بحاجة لنقطتين، بنعلم بهيدا الشكل، نرجع نروح على الورقة اللي نحن بدنا نرسم عليها وبيطلع عنا أول نقطة. نرجع بناخد تاني نقطة، عندي صار نقطتين، هلا بحاجة لطول الخط، بياخد نفس الشيء، دي نقطة. نعم، فينا وصلهم بالمسطرة، وممكن استعمل هيك هيدا الشكل، يفضل أكيد المسطرة. هلا بدنا ناخد خط تاني، ولكن بدنا ناخده بالنسبة لهيدا الخط. عنا هيدا الخط التاني، لحتى ناخده بنلاحظ انه موجود بزاوية بالنسبة لهيدا الخط. فينا نعمل هيك، هيدا الخط الاساسي، هيدا الخط التاني اللي بدنا ناخده، نعمل هيك، نطوي القلم، نشيل ورقتنا وبيطلع عنا الخط التاني. ممكن نستعمل قلمان ايضا، وبيطلع معنا الخط التاني. طول الخط التاني ايضا بحاجة لحتى نلاقيه. كيف بدنا نلاقيه؟ الخط التاني بنلاحظ انه هالخط الاساسي، الخط التاني هيدا اللي نحن عم نرسمه موجود بمسافة عن يمين الخط ومسافة عن شمال الخط. بناخد أول شيء المسافة عن شمال الخط، نرجع ناخد المسافة عن يمين الخط. هيدي هي الطريقة اللي نستعمل فيها القلم. ليش عم بعمل هيدي الطريقة؟ وهي طريقة جدا مزعجة لما بدنا ننقل عن الورقة، خاصة انه نحن عم نرسم مجسم او شكل مش عم نرسم وجه. السبب انه هيدي نفس الطريقة اللي بتستعمل لحتى تنقل صورة عن حتى تنقل شيء من الواقع، رح نشوفه فيما بعد. لنرسم هيدا الخط مثل ما نينا شايفين، فينا يا اما ناخده بالنسبة لهيدا الخط اللي هون،
يا اما ناخده بالنسبة للخط القديم، هو بالاحرى رح ناخده نحن بالنسبة لهيدا الخط، بس بدنا نتأكد قديش مايل، يعني هيدا الخط اللي بدنا نرسمه قديش مايل بالنسبة للخط اللي هلا بالنسبة لهيدا الخط اللي هون. منلاحظ نحن نرجع فإذا بهيدي الحالة للخط الأساسي، منلاحظ إنه الخط اللي بدنا نرسمه موازي للخط القديم، فإذا ما في ناخد طوله، من جديد عنا خط. من هون بسبب صعوبة اني ركز بالرسم وانا وعم بحكي، رح اعلق هلا، يعني فيما بعد، يعني بعد ما رسمت عم بعلق هلا على الفيديو. هلا نحن بحاجة لنرسم خط اللي اسفل الخط اللي رسمناه قبل شوي. عن طريق القلم، لما بنزل القلم بشكل جالس مثل ما شفتوا قبل شوي، بكتشف انه الخط موازي على الخط اللي كان فوق. عندي خط، نزلت القلم بشكل جالس، التقى على الخط اللي تحت، بهالطريقة عرفت انه موازي. هلا بشوف قديش طول الخط اللي بدي ارسمه عن طريق المسطرة اكيد، وبرسم الخط. لما رسمت نهاية الخط، لما عرفت طول الخط اللي تحت، صار فيني ارسم الخط اللي على الجنب، لانه صار عندي نهاية الخط اللي تحت. عند الخط اللي فوق موازي على الخط اللي تحت، معاي طول الخط اللي تحت، نهاية الخط اللي تحت بخليه يلتقي بالخط اللي فوق، طلع معاي الجنب. هلا عم باخد حفوف الباب، خط الخطوط الداخلية تاعته عول الباب. الفكرة بدي أقولها إنه مش دايما، ما في داعي دايما ناخد زوايا، يعني مش كل خط فينا ناخده زاوية، خاصة إنه نحن عم ننقل عن ورقة. فينا بكل بساطة مثل ما قلت، عندي خط بيخلص هون، وعندي خط بيخلص هون، وخط بيخلص هون. بكل بساطة إذا وصلتهم بيطلع معاي الخط اللي بيناتهم، يعني عندي نقطتين صار فيني أرسم خط. برسم اطراف الباب عن الخط الاساسي اللي اخذناه بالاول، باخذ المسافة من فوق، باخذ المسافة من تحت، بصير معي نقطتين بوصلهم ببعض، بيطلع معي خط بهيدي البساطة. من هون رح سرع الفيديو لأنه الموضوع عم بيتكرر. باخذ خط هدف لإلي، بدي ارسم هيدا الخط، بشوف هيدا الخط بأي خطوط موصولة، وعن طريق الخطوط الموصولة يا اما بفتش على الزاوية، يا اما بشوف هل هو خط موازي على خط انا رسمته قبل بهيدي البساطة. يعني اذا هو عندي خط هون وخط هون، بدي ارسم الخط اللي تحت، خط هيدا انا راسمه، هيدا خط انا راسمه، وانا بدي ارسم الخط اللي هون. بتطلع هل هيدا الخط اللي هون موازي على الخط اللي فوق؟ اذا موازي على الخط اللي فوق، بكل بساطه بنزل بالمسطره بشكل جالس وبرسمه، ما في داعي فتش على الزاويه بين هيدول الخطين. برجع باخد، عندي هيدا الخط مرسوم، عندي هيدا الخط مثل ما قلنا مرسوم، عندي هيدا الخط موازي رسمناه، باخد نهايه هيدا الخط قديش طوله، نهاية الخط اللي كان فوق بوصلهم ببعض، وباخد خط، باخد الشكل مسكر فينا نقول. هلا نفس الموضوع، عندي هيدا الخط اللي بدي ارسمه، عم باخد مسافة خط عن خط
دايما خط بحاجة لنقطتين، بلاقي حيلا نقطة بقدر جيب لها مسافتها، ومسافتها بالنسبة لخط أنا راسمه بعلمها، برجع بلاقي نقطة تانية بالنسبة لخط كمان أنا راسمه قبل، وبوصل هيدول النقطتين ببعض. بالأخير هلأ بهيدا الفيديو دايما عم نستعمل موضوع النقطتين بالنسبة لخطوط قبل، رسم بالنسبة لخطوط رسمينا قبل أو الزوايا من خط لخط. بالجزء الثاني رح نشوف طريقة أسهل بكتير، طريقة بتحط الورقة، بتحط الورقة اللي بدك تنقل عنها، الورقة اللي بدك ترسم، تحط المسطرة بشكل بطريقة محددة رح نشوفها بعدين، وبنقدر ننقل أي خط بدنا إياه بشكل أسهل وأسرع من هيك بكتير. بس جربوا كمان هيدي الطريقة. هيدا كان الجزء الأول من الدرس الثالث. في حال عجبكن ولحتى يوصلكن الفيديو الجديد ما تنسوا تضغطوا سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو. في حال أيضا عجبكن الفيديو ما تنسوا تشاركوا مع رفقاتكن.